مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الحلقة الأولى من السلسلة الفلسفية التي نقدمها من داخل جريدة تنوير الإلكترونية. هذه السلسلة التي اخترنا لها عنوان أجد فهم الفلسفة. في الحلقة الأولى سنحاول من خلالها أن نقربكم أكثر من الفلسفة ومن التفكير الفلسفي بشكل عام، بشكل مبسط وبشكل عادي حتى يصبح في متناول الجميع. طبعا حينما نقول الفلسفة أو كلمة فلسفة هي مشتقة من الكلمة اليونانية فيلوزوفيا، ففيلوزوفيا هي كلمة أو مفهوم مكون من كلمتين، فيلو تعني المحبة أو الحكم أو المحبة أو الحب، وصوفيا تعني الحكمة أو المعرفة. وبالتالي نستطيع أن نقول إن الفلسفة هي محبة الحكمة أو هي حب الحكمة. إذا ستلاحظون معي حينما قلنا بأن الفلسفة هي محبة الحكمة لم نقل الفلسفة هي امتلاك الحكمة، وهناك فرق بينهم. بمعنى آخر، حينما نقول الفلسفة هي محبة الحكمة بمعنى أنه هناك حكمة يجب أن نبحث عنها، بمعنى يجب أن نصل إليها، لم نصل إليها بعد. لكن حينما نقول الفلسفة هي امتلاك الحكمة معنى أننا امتلكنا الحكمة وأصبحت في متناولنا وأصبحت بين أيدينا، وبالتالي لقد وصلنا إلى الحقيقة وإلى اليقين. ولكن الفلسفة لا تدعي امتلاك الحقيقة أو لا تدعي امتلاك الحكمة، بل هي محاولة من أجل أن نصل إليها عبر طرق متعددة. بمعنى كيف بإمكاننا أن نصبح حكماء؟ كيف بإمكاننا أن نصبح حكماء؟ والحكمة هنا كفن للعيش. وبطبيعة الحال الفيلسوف الشهير فيثاغورس كان هو أول من وصف نفسه بأنه باحث أو بأنه فيلسوف أو باحث عن الحكمة. ولذلك فإن بغض النظر عن التعريفات التي أعطيت لي الفلسفة في طابعها المدرسي، نستطيع أن نقدم تعريفا عاما وشاملا عن الفلسفة باعتبارها لا تدعي بأنها تمتلك الحقيقة المطلقة، بل هي محاولة للبحث عنها، ومن ثم هي لا تمنع الناس من الوصول إلى الحقيقة، بل هي محاولة أو هي سيرورة وجودية من أجل أن نصل إلى تلك الحقيقة. وإذا كيف يمكن أن نصور الفلسفة واحد المثال لنتصور الآن بأننا نعيش داخل كهف، وهذا الكهف يعيش فيه مجموعة من الناس، وهؤلاء الناس إذا سألتهم هل تمتلكون الحقيقة؟ سيجيبون بنعم. هل أنتم سعداء؟ سيجيبون بنعم. هل تعيشون الراحة والطمأنينة؟ كلهم سيجيبون بنعم. لكن داخل هذا الكهف سينهض رجل ويقول إن الحقيقة وإن السعادة التي تتحدثون عنها لا توجد داخل هذا الكهف، وإنما توجد في مكان آخر خارج هذا الكهف. من هو هذا الشخص؟ في النهاية هو الفيلسوف. ولذلك الفيلسوف بشكل عام لا يقتنع بتلك الأشياء التي يتوفر عليها، إنما يؤمن بأن هناك أشياء وهناك حقائق أخرى ليست في متناولنا بل يجب أن نبحث عنها. وهذا هو جوهر الفلسفة بشكل عام، جوهر الفلسفة وهو أنها لا تدعي بأنها تمتلك الحقيقة المطلقة بقدر ما أنها محاولة للبحث عنها. في النهاية نستطيع أن نقول إن الفلسفة بشكل عام هي تعلمنا كيف نستخدم عقولنا بشكل جيد أو بشكل
أو بشكل أفضل. ومن ثم الفلسفة تمنحنا مجموعة من الطرق والوسائل لكيفية استخدام العقل، كما كان يقول ديكار: إن العقل هو أعدل قسمة وزعت بين الناس بالتساوي، والفرق ما بين الناس هو في درجة استعمال العقل. أما في الحقيقة جميع الناس يمتلكون قدرات عقلية معينة، الفرق يكمن في درجة وفي مستوى استعمال هذا العقل. وبالتالي الفلسفة تعلمنا كيف نستخدم عقولنا بشكل جيد حتى لا نصبح أسرى، لا نصبح أسرى في يد الخرافة، لا نصبح أسرى في يد الوهم، لا نصبح أسرى مثلا في يد السلطة، في يد السلطة الإعلامية أو السلطة السياسية وغيرها من أنواع السلطة. إذن ستلاحظون معي بأن الخرافة وبأن الأساطير والسلطة الإعلامية والسلطة المعرفية إلى غير ذلك والسلطة السياسية تقيد حركتنا ولا تجعلنا نفكر بطريقة حرة. والفلسفة إذن في جوهرها هي تعليم الناس كيف يستخدمون عقولهم. وبالتالي الفلسفة بهذا المعنى أشنا هي في النهاية هي منهج في التفكير، هي طريقة في التفكير، معنى أننا نفكر بطرق متعددة، ومن اللي كنحاول أننا نفسر الظواهر والأشياء المرتبطة بنا كنفسروها بمجموعة من الطرق. إذا نقدر نفسر الظواهر بطريقة علمية، نقدر نفسر الظواهر بطريقة خيالية بطريقة أسطورية، نقدر نفسر الأشياء ونفهم العالم ونفهم الذات بطريقة دينية. إذا كاين طرق متعددة داخل هذه المناهج وهذه الطرق، كاين واحد الطريقة أو واحد المنهج أو واحد الطريقة جديدة في التفكير. شنو هي؟ هي طريقة التفكير الفلسفي. وهذا المنهج ديال التفكير اللي كنسميوه بمنهج التفكير الفلسفي هو قائم على مجموعة من الأسس وعلى مجموعة من المبادئ. وانتم ملي كنقولوا الفلسفة هي منهج في التفكير، معنى أن داخل الفلسفة لا نفكر كيف ما يفكر مثلا رجل العلم أو رجل الدين أو رجل السياسة، أو لا نفكر كيف ما تفكر مثلا الخرافة أو الأساطير، إنما نفكر بطريقة حجاجية، نفكر بطريقة استدلالية، بطريقة مبنية على الشك، بطريقة حجاجية، بطريقة تساؤلية، بطريقة نقدية، بطريقة تعتمد على الدهشة. وهذه الأساليب والأدوات التي تعتمد عليها الفلسفة هي التي تعطي معنى للفلسفة وتعطيها مضمونا خاصا بها تبتعد من خلالها عن طرق تفكير الأخرى. ومن ثم الفلسفة في النهاية تقول لنا يجب أن نفكر في أنفسنا عوض أن نمنح للآخر، عوض أن نعطي الوكالة للآخر لكي يفكر في مكاننا. ولذلك كان يقول سقراط: اعرف نفسك بنفسك. ما معنى اعرف بنفسك بنفسك؟ بمعنى إنك لديك مجموعة من القدرات التي تمكنك بأن تتعرف على ذاتك، أن تتساءل حول ذاتك، أن تنتقد، أن تقوم بمراجعة مختلف الأفكار والمعارف الموجودة عندك، وأن تقوم بهدمها وإعادة بنائها من جديد. ومن ثم الفلسفة في النهاية تدفعنا إلى التفكير في الذات، بدل أن نعطي الوكالة لشخص آخر أو نعطي السلطة لشخص آخر لكي يفكر في مكاننا. ومن ثم الفلسفة في النهاية هي دعوة للتفكير في الذات. طبعا الفلسفة تقول لنا في النهاية بشكل مبسط إننا لم نعد أطفالا حتى نصبح كآلة للتسجيل والحفظ وفقط، وإنما نحن نمتلك مجموعة من القدرات العقلية التي من خلالها نستطيع أن نفكر في ذاتنا. ومختلف المعارف والأفكار التي نتلقاها من العالم الخارجي يجب أن نقوم بتمحيصها، بنقدها، بإعادة النظر فيها، بمراجعتها، بالشك فيها وبهدمها وإعادة صياغتها وبنائها من جديد، لسبب بسيط جدا، وهو أنه
وهو أن مختلف المعارف والأفكار التي يتوفر عليها الإنسان هي ليست معارف مطلقة ويقينية، إنما هي نسبية. وما دامت هي نسبية فمعنى أنني لا أمتلك الحقيقة، ومن ثم إذا كنت لا أمتلك الحقيقة فمعنى أنني يجب أن أبحث عنها. وبالتالي يمكن أن نقول إن الفلسفة تقول لنا إننا لم نعد عاجزين حتى نطلب من أحد أن يعطينا السمك بهذا المعنى، بل من اللازم علينا أن نتعلم كيف نصطاد السمك لكي نصطاد أجود الأسماك في بحر المعرفة. ومن ثم حينما نقول لكي نصطاد أجود الأسماك في بحر المعرفة، معناه يجب أن نتحرر من السذاجة. وما معنى السذاجة؟ معنى أننا يجب أن نتحرر من ذلك التفكير البسيط وذلك التفكير المختزل الذي ينظر فقط إلى ظاهر الأشياء. ومن ثم المساءلة الفلسفية، بما هي مساءلة للذات وللأشياء وللعالم الخارجي، هي مساءلة في جوهر وفي عمق الأشياء، وليست مساءلة سطحية. ومن ثم الفلسفة في الحقيقة هي ثورة على كل ما هو سطحي، ثورة على كل ما هو اختزالي، ثورة في النهاية على ذلك التفكير السطحي الذي فقط ينظر إلى ظاهر الأشياء ولا ينظر إلى عمقها. ولذلك كان يقول أرسطو إن الفلسفة هي تكشف عن الأسباب التي تؤدي إلى حدوث الأشياء، وهذا هو العمق ديال التفكير الفلسفي. وبطبيعة الحال حينما نقول تفكير ديال التسطيح، فالتفكير ديال التسطيح وديال التجهيل إلى غير ذلك راه هو منتشر بقوة، منتشر في الإعلام، منتشر مثلا في الخطاب السياسي، منتشر مثلا في الخطاب الديني، منتشر مثلا عند عامة الناس وغيرها من أنماط التفكير. ولذلك الفلسفة تدفعنا إلى ضرورة أن نفكر بطريقة عميقة في ذاتنا، وأن نفكر كذلك بطريقة عميقة في الأشياء المحيطة بنا، ومثلما نستطيع أن نكشف عن ماهية الشيء أو عن جوهر الشيء. ومن ثم حينما نطرح سؤال مثلا في الفلسفة، ما الإنسان؟ كسؤال فلسفي، سؤال ما الإنسان هو دعوة للتفكير في ماهية الإنسان وفي جوهر الإنسان، بما هو كائن واعي، بما هو كائن راقي، بما هو كائن سياسي، بما هو كائن معرفي، بما هو كائن يبحث عن الحقيقة، وغيرها من العناصر الأخرى المشكلة لمفهوم الإنسان. ومن ثم الفلسفة بأسلحتها النقدية، والفلسفة بتساؤلها المستمر عن ماهية الأشياء، تستطيع أن تكشف لنا عن جواهر الأشياء وعن الحقائق الكامنة فيها التي لا تظهر للإنسان العادي. وهنا كنقولوا ولينا كنفكروا بطريقة فلسفية، ما وليناش كنفكروا بطريقة عادية اللي هي عند عامة الناس. علاش؟ لأن التفكير عند عامة الناس هو تفكير سطحي. إذا هذه هي الفلسفة بشكل مختصر، وما بغيناش ندخلوا للتعقيدات الكبيرة حول ما هي الفلسفة، لأن السؤال عن ما هي الفلسفة هو سؤال صعب جدا ولا يمكن أن نحددها بشكل دقيق. علاش؟ لأننا في النهاية ما عندناش فلسفة واحدة، نحن أمام فلسفات متعددة، ومثلما يصعب أن نحددها بشكل دقيق. ما نستطيع أن نقوله هو أن الفلسفة هي منهج أو طريقة في التفكير، وهذه الطريقة في التفكير تبتعد من خلالها عن التفكير العادي، عن التفكير اليومي، عن التفكير السطحي، وعن تبتعد من خلالها أو نستطيع من خلالها أن نتخلص من مختلف القيود والإكراهات التي تفرض علينا في مسيرتنا الوجودية. هذا بشكل مختصر هو المعنى ديال الفلسفة، وحاولنا من خلاله نقربكم من ماشي من ما هي الفلسفة، إنما من ماهية الفلسفة، بمعنى جوهر الفلسفة وحقيقة الفلسفة، بغض النظر عن التعريفات
السطحية التي تعطى لمفهوم الفلسفة. وبالتالي في الحقيقة إذا لاحظتم معي بأنه الفلسفة بهذا المعنى معنى أنها هي فن للعيش، والفلسفة بهذا المعنى نحن بحاجة إليها شئنا أم أبينا، في حياتنا اليومية، في علاقتنا مع الآخرين، في تعاملنا مع العالم الخارجي، في احتكاكنا كذلك مع كل ما يحيط بنا، نحن بحاجة إلى الفلسفة. وبالتالي الفلسفة ماشي شي حاجة اللي هي صعيبة ومعقدة كما نظن، بقدر ما أن الفلسفة هي واحد العملية من خلالها نستطيع نتعرف على واحد مجموعة من الأشياء اللي هي مرتبطة بنا، وطبيعة الحال هذه الأشياء المرتبطة بنا تحتاج إلى التساؤل، تحتاج إلى النقد، تحتاج إلى البرهنة والحجاج، تحتاج إلى الشك، تحتاج إلى الاندهاش وغيرها من الأشياء. شكرا لكم ونلتقي في السلسلة التالية. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تفعلوا الجرس وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.